يستغل العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة الإجازات والمناسبات لزيارة المناطق السياحية، ومن بينها مدينة خورفكان عروس الساحل الشرقي التي تجمع بين الأصالة والحداثة. في التقرير التالي نرصد مدى الإقبال على السوق القديم المعروف باسم سوق شرق. هنا في مدينة خورفكان وبالتحديد في سوق شرق عبق الماضي العريق، رصدنا أجواء وطنية جاءت بمناسبة ذكرى اتحاد الدولة، رافقها إعلاء قيم الولاء والانتماء سواء من أهالي المدينة أو زوارها كبارا وصغارا، وتمثل ذلك برفع الأعلام وارتداء ملابس وإكسسوارات تمثل هذه المناسبة السعيدة. نحن من إمارة عجمان واليوم مستانسين بزيارة إحدى المدن في الساحل الشرقي وجوهرة خل أقول الساحل الشرقي مدينة خورفكان. ما شاء الله الإقبال كبير والزحمة والناس من مختلف الإمارات يزورون المناطق الجديدة اللي افتتحها الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي، معالم سياحية متميزة في المدينة هاي. بصراحة أنا جاية من دبي لأني أبغي أشوف كيف الأجواء هني، بصراحة نحن وايد مستانسين، حبيت قرية التراث خاصة هني، وإن شاء الله راح نكمل رحلتنا. عطلة اليوم الوطني كانت فرصة ملائمة لارتياد الأماكن السياحية في عروس الساحل الشرقي، فعندما تتجول بين أروقة السوق القديم تجد عبق الماضي حيث يتعرف الزوار على تاريخ هذه المنطقة. الأجواء ما شاء الله جدا، الحين تونا بدينا فترة الإجازات فتقريبا نشوف عدد كبير من الناس متواجد، يعني الحلو في الموضوع انه جايبين الصغارية يشوفون الأماكن التراثية بحيث انهم يربطون الجيل الحالي مع الجيل الماضي. عجبني كيف كان قبل يسوون العروس، شفت صندوق العروس اللي يحطون فيها أغراضه كان وايد حلو، وشفت حلاق القديم للرجال، وشفت كيف يدرسونهم القرآن. سوق شرق يعد فرصة للزوار لإلقاء نظرة على تصميمه حيث تم ترميمه ليحاكي شكله القديم الذي يعود لفترة أربعينيات القرن الماضي، فيما تم رفد محاله بالعديد من الأنشطة التجارية التي تتماشى مع طابع السوق. أجواء رائعة في عروس الساحل الشرقي وإقبال كبير من الزوار من مختلف إمارات الدولة للاستمتاع بهذه المعالم السياحية. لأخبار الدار لمياء المازمي من خورفكان.